والله ماما صدمتني، قال بتشجع ريال مدريد يلي فيه رولاندو. شو اسمه ماما؟ رولاندو صار بالريال مصر. لا هيك كتير شايفين الستاند الجديد تبع عمار، الستاند الجديد منحط البطيخة ومنحط الجبنة هيك ومنثبت الموبايل. إذا بتفوز برشلونة بكرة عازمك على شو؟ على رستوران يعني مطعم. لا ما بدي مطعم، ما بدي مطعم. صيامين؟ لأنا شو؟ صيامين؟ متأكد صيامين؟ صيامين. أوكي صيامين. تعال فوت فوت. وصلنا إذا بدك يعني. وصلنا. سردة يا عمرو. سردة؟ هلا ما قلت لي ما تتهرب. إذا فازت برشلونة وين عازمني؟ طيب جيب لي هدية 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 هدية. هدية؟ لكن لسه. 10,000 درهم. ايه يعني شي 10,000 درهم مثلا، يعني شي 3,000 دولار، يعني شي 3,000 دولار. كفرجيكم هدية ماري، دخيل قلبها اليوم رفعت لها ضغطة، مو مقلفة عليها قصة انه انا عندي بنت، واليوم قالت لي اسبتي لي انه انت عندك بنت، فرجيتها صورة انا وبنت، بنت خالتي صغيرة، فعلى وهلة صدقت. ترجع نور تقول لا خليها مثلا تفرجيكي هي وبالمشفى هي وزوجها. فانا وصلت لحد انه مريتها خلاص، يعني انه اقتنعت انا ما عندي بنت، بس اجت فتره لا كثير اقتنعت فما تقبلت الفكره. هلا هون شوفي شوف شوفي هون نفتح هاي نشوف شوفي بقلبها هون. فكره كثير كيوت، في شوكولاتات، حبيت الفكره. شفتي ايش بقلبها؟ ما بعرف تعبت، فجأة فكرت سيدرة ناحية، طلعت سيدرة مو هون، سمعت حدا عم بيحوس. وكمان شوفوا في هذا الفانوس كمان كتير حلو، بيشتغل يعني ما بده بطارية منه، وفي ليك هاي فينا نحط فيها مثلا اشياء نحن بدنا اياها. بحس انه هاي رح حطها بالمطبخ، شايفين يعني بتمسك منيح. حتى فيني حطها مثلا كيف بدي لكم، فيني افتح الغطاء وحطها هيك. وفي كمان شو صفه هون، شفتي مكيته المسبحه اللي هي اخر شيء. كثير حبيت شكلها، شكلها كثير كيوت. احلى شيء مريتا قالت لي، فكرتي ما بعرف يعني، قالت لي هي مشان تدعي فيها، تعملي هيك 1 2 يعني هون بتدعي فيها هيك لتخلص. قلت لها اوكي. هاي كثير حبيتها، يعني ممكن هيك مثلا نحط هذا اللون هيك، هاي هيك مثلا نحطها حواليها، بيطلعوا كتير كتير كيوت. اعطيني الفازلي. وين الفازلي؟ بالدرج الاول. هعطيكي فازلي. يلا امشي نطلع نشرب متي ونحضر مسلسل. بدي احضر العربجي اليوم، نزلوا حلقة تانية. سيدرا انا ما بعرف يا ليكو لك بوشي بس ما عم شوف. طلعت شوف احلى شيء. ما بعرف انا ماما شو عم تقلي، ما بعرف شو قالت لي ماما. بعدين شو قالت لي؟ قالت لي خدي حطي نظاراتي. قلت لها لا ماما مو لهالدرجه، يعني مو لهالدرجه اني انا احط نظاراتك، بس بدي طفيه مشان ما، لانه هي البطاريه بخاف تخلص. هي البطاريه منها فيها هذول عرفتوهم اللي بيجوا صغار، بدي طفيها مشان ما تخلص. أحلى شي ماما، قال بدك شاي أخضر؟ لا أكيد أمي سوي شاي. شاي أخضر؟ يمكن هي ثالث كاسة، عند عصام ونو شربوا كاستين وهلا بدهم يشربوا شاي أخضر. بس هذا سليمينج. السليمينج هذا اللي بنحف. وكمان سيدة بدها تشرب متي، يعني ما فهمت أنتوا شو بدكم تشربوا لتشربوا يعني؟ عادي بشرب أول شي سليمينج وأنا بشرب مسكين. أنا مالي قدرت. لا عادي طبيعي. مو هيك الواحد، مو هيك الواحد بدها عامل، مو هيك. لا طلعتي طلعي. بسم الله عن جد بسم الله. لا حننزل المتة. وين كاسة
كرمال سيدرا بدها تشرب متي، نشرب لنا هيك كاستين متي ونحضر مسلسل. هذا الجنزبيل اساسي عن سيدرا بالمتي. انا اللي ما شربت متى ما بحب يومي ابدا. يا سلام. هاي كمان حطيت المي كرمال نحط البري على الغاز. فتحت لك الجنزبيل انا. سيدرا خليني انا اسوي لك اياها، انت علميني. لك ما راح تعرفي حتى لو. يعني قولي لي كم معلقه وهيك عادي. طيب انا على الطاوله. ماشي تمام. اليوم انا حسوي لها لسيدرا كاسة المتة، حتعلمني. يلا خذيها. لا انا ممكن انا مع الايام صير كمان اشرب متي عشان اعرف. ممكن يجي مطر. لبين ما يغلي البري كرمال نجهز المتي. بدي اجدد شعراتي لانه بتعرفوا صايرين عم يضايقوني على النوم. كيف هيك ان شاء الله استحكم حالي، بس انا اظن بستحكم. هلا انا بحب السنبلة كثير، بحبها، بعرف اعملها، بس انه ما بعرف اعملها لحالي السنبلة، بس انه لغيري بعرف اعملها، بس انه الجد ليه سهلة. هلا الغربة بما انه مو بطول شعري فما رح تروح مع الجد ليه. بلشنا هذي بجيبها لقدام. وين وصلت؟ وين وصلت هلا انا؟ اوكي من هون هيك. غلى البريء سيدرا؟ يعني ما يغلي بس هي بتعرف على فكرة. تحمست فجأة أنا. عم اقول لك ما يغلي وانه انت بتعرفي. يلا جاي بس عم جدل شعراتي، حتى رح خليهم مجدلين لوقت ما في بكرة. يا الله بكرة عندي فاقة بكير، عندي شغلة بدي اروح اسويها. شايفين هيك كون جدلت شعراتي. خليها هيك بما انه انا مو جدلت هيك. بدي اخذ كمان حبة قبل ما انسى مشان حلقي. او سيدرا عم تدور على جهاز التلفزيون ما عم تلاقي. بدي اجيب وين الكاسة الصغيرة كتير كتير. اوكي بيمشي الحال هيك. راح اخذ هي الكاسة تمام. وبعدين نجيب الحال. وبدي ماي بس ما تكون بارد، المشكلة كله بارد اللي عندي. سيدرا بالله في غير هي القنينة عنا؟ لا حط مي او لا ليش؟ لا هذا كثير مغلي عادي. اوكي يعني هو ما راح كثير لازم هيك بس. بس كثرت حسيت شوية مي. نضلنا نحرك ندور الحبة. شو هذا الحبة كتير كتير ظريف. صحيح وين الجهاز؟ شو في معقول بغرفة النوم تبعي؟ ماما بركي تحتك الجهاز؟ نحط العربجة. خلص هيك بتكون جابت الفرد صحيح. قلت لك شو في به شو اسمه هتطلع مع لا 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 اول شيء شو اسمه فك الجنزبيل ولا هي حطي معنا من هي ومعنا من هي اي جنزبيل ايه شو اعمل هلا؟ تحطي معلقة جنزبيل صغيرة ومعلقة هيل صغيرة. اوكي يعني هيك لا هيك اوكي هي شيء انه مو معلقة، انت عم تقولي المعلقة شيء انه
هاي جنزبيل قصدي جنزبيل وهي حين هاي في شيء هنا يعني هيك تنكيها انا بحط اربع معالق اربع معالق متي بس بدك بشوي شوي ورجيني شلون صارت الكاسه حطي معلقه اقول لك لا لا الحاج اوكي ورجيني احط شوي ثاني عادي ورجيني هلا بتمسك المصة المصة صار فيه اصلا سكر ايه تمسك المصة وبتفركيها شو دورية للمصة ايه بس شوي شوي عملوا معنا لا مو هيك اختي يعني قوي ايديك بس عم قوي هيك ايه بس المصة يعني خلي المتة تمتعي يعني والله راح سمعي شغلة هي هي لحالة شغلة بس ما تعصي على المصة ما عم عص بس حاسستك رح تكسريها المصة لا انت هيك مفكرة اول شي يمكن ترمتة هيك ما كترة متى انا مشان هيك ما ضبطت ورجيني بالله شو الفرق هلا اهكني خلاص هاي طلعت سهلة ها اشرب اول كاسة علي علي طيب والله خير دوقي شوف خلصت دوقي بامتيالة انت ولا غيرك الا فينا تعطيني من لسه ما حضر العربجي شو بده؟ شو بده؟ العربجي متتي كاسة المتة صارت جاهزة شو بده؟ شو يا عبد بدك تسرق رزق معلمك ولي نعمتك؟ هلا انا ما فهمت شوي معه هاي شوي مو معه بس كان تشوي مثل ما حكيت لكم الصبح انه هاي البيجامه وصلتني اليوم من تطبيق ترند او هي امبارح وصلتني من تطبيق ترنديول حطيت لكم اللينك بس رح ارجع احط لكم اللينك وكمان كود الخصم تبعي كرمال اذا حابين توصلوا شيء من ترنديول او من هاي البيجامه وكمان في منها كذا لون لك ايه مشان هيك ماري مو قصة انه هي لا انه بتغار او شيء لا لا بس هي بقى بتحب فكرة انه شو انا عندي بنت لا لازم انه ماري هي تكون لحالها هي تكون المدللة فكتير بيوترها الموضوع لما افتح لها موضوع انه انا عساس عندي بنت اسمها لارا انه لا ما لازم حدا يكون بس ماري بس هي بالعائلة بس هي بالعائلة أنا متخيل مع الأيام بس تكون كبرت فهمت أكتر بس هلا بالوقت الحالي ما 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 أظن إنه تقبل ما بعرف أفكر شي يوم جيب معي بنت وأخذها سيدرا عن عصام ونور